في خبر جديد كده بنعرف منه ان احداث فيلم ذا سوسايد سكواد للمخرج جيمس جان، الاحداث دي بالفعل كانت في العالم السينمائي الجديد، بل كمان كانت في المستقبل. فخلينا كده كالعاده نعرف كل حاجه مع بعض كده بالتفاصيل. بس بفكرك معايا الاول كده، لو انت اول مره تدخل هنا على القناه اللي بنتكلم عن كل حاجه لها علاقه بعالم دي سي وعالم مارفل، فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول، واللايك والكومنتات، ويلا بينا نبدا. روبرت دوبوا، فيلم ذا سوسايد سكواد للمخرج جيمس جان. الفيلم ده بيتعرض معانا سنة 2021، ويعتبر كده كان تابع للعالم السينمائي القديم والإدارة بتاعت دبليو بي القديمة كمان، أو بالأصح كده كانت في حقبة وولتر حمادة. يعتبر الفيلم ده كمان اتعمل علشان خاطر يعوضنا عن فيلم سوسايد سكواد بتاع المخرج ديفيد اير اللي كان يعتبر في بداية العالم السينمائي القديم. تبتدي تفكر كده انها تعمل فيلم تاني من سوسايد سكواد، ولكن المرة دي يجيبوا مخرج بيفهم زي المخرج جيمس جان ان هو اللي يكون مسؤول على الفيلم ده من كل الاتجاهات، علشان في النهاية يجيب نفس الكاست اللي كان متواجد في فيلم سوسايد سكواد للمخرج ديفيد اير، او يعتبر معظم الكاست، ويكون مشارك في النسخة بتاعة جيمس جان. ومن ضمن التغييرات البسيطة في الكاست، يعني مثلا في النسخة الأولية بتاعت سوسايد سكواد للمخرج ديفيد اير عندنا ويل سميث بدور ديتشوت، ولكن هنا مع نسخة جيمس جان بيستبدل الشخصية دي بشخصية بلاد سبورت للممثل إدريس ألبا. طيب على السريع كده، ايه الفرق ما بين الفيلمين او النسخه بتاعه ديفيد اير والنسخه بتاعه جيمس جان؟ خليني كده ابسط عليك الموضوع واقول لك ان النسخه ديفيد اير سوسايد سكواد دي زي ما قلت لك كده ان هي كانت في بدايه العالم السينمائي القديم، او بالاصح كده كانت تابعه للسنايدر فيرس، لكن في النهايه النسخه دي ما كانتش افضل حاجه، كمان قدمت معظم الشخصيات بطريقه مش حلوه، وخصوصا شخصيه الجوكر، علشان بنعرف مؤخرا كده ان تم التلاعب في النسخه الاصليه او التدخل من اداره دبليو بي، يعتبر في النهايه بوظ النسخه دي. يعتبر لحد دلوقتي في حملات من فانز دي سي بتطالب بعرض النسخة الأصلية للمخرج ديفيد اير، عشان بعد كده نفس الإدارة تفكر مرة تانية إن هي تعمل فيلم فرقة انتحارية. وفي الوقت ده أخيرا بيفكروا كده إن هم يجيبوا المخرج جيمس جان، كان وقتها شغال في مارفل على سلسلة حراس المجرة، إن هو أخيرا يجي عالم دي سي ويخرج فيلم ذا سوسايد سكواد. للأسف برضو النسخة دي ما كانتش أفضل حاجة، وحاجة زي دي هي يعتبر ما كانتش حاجة جديدة على دي سي في الوقت ده، لان يعتبر كل الافلام اللي كانت بتنزل في الوقت ده يعتبر افلام في المتوسط فيما اقل، فيعتبر ما جاتش يعني على جيمس جون بالفيلم بتاع ذا سوسايد سكواد. فلما نيجي هنا نعرف الفيلم بتاع الفيلم ده، نعرف ان هو اسمه ستارو، واللي معظم فانز دي سي كانت معترضة جدا على الفيلم ده، انهم كانوا مستنيين ان الفيلم هيكون حاجة اشد من كده، لدرجة هنا كمان بعد عرض الفيلم بنفهم كده من المخرج جيمس جون ان هو بالفعل كان هيقدم فيلن اقوى بكتير، ولكن للاسف ما قدرش، والفيلن ده كان هيكون سوبرمان. بس في الوقت ده زي ما احنا عارفين كده ان كان في تخبطات في اداره دبليو بي، ما كانش في حد فاهم اي حاجه في الوقت ده، خصوصا كمان ما كانش معروف مين سوبرمان في الوقت ده في عالم دي سي. احنا عارفين كلنا ان المفروض يكون هو هنري كافيل، لكن في الوقت ده كانت اداره دبليو بي رمت هنري كافيل بره، انهم محتاجين ان هم يغيروا الشخصيه، لدرجه هنا ان هم كانوا عاوزين يغيروا الابطال الاساسيين خلوهم في النهايه نسويه. اللي مش عارف لحد وقتنا هذا كان وولتر حماده بيفكر في ايه. ففي النهايه كده بنعرف ان جيمس جان هو ليه فعلا فيلم في العالم السينمائي القديم من اخراجه، وهو فيلم ذا سوسايد سكواد، عشان بعد كده يعمل عمل مشتق من الفيلم ده وهو مسلسل لشخصيه بيس ميكر، اللي بالفعل بيقدر يقدم موسم اول من الشخصيه، عشان في الوقت الحالي وبعد ما جيمس جان هو اللي بيكون رئيس استوديوهات دي سي يعلن بشكل رسمي ان هيكون في موسم تاني من مسلسل بيس ميكر، ربنا يستر وما بقاش كمان في موسم تالت. فاذا هنا كده بعد ما بنعرف ان الاعمال دي تابعه للمخرج جيمس جان اللي هو رئيس استوديوهات دي سي في الوقت الحالي، نعرف ليه بشكل كبير جيمس جان عمل روبوت جزئي، عملش روبوت كلي. صراحه كان نفسي يعمل روبوت كلي ويريحنا من القرف ده كله، ولكن في كلا الاحوال خلينا نشوف جيمس جان هيقدر يظبط الكلام ده ازاي. دلوقتي بعد الروبوت الجزئي اللي جيمس جان اعلن عنه، بنعرف كده بشكل كبير ان جيمس جان من الاخر هيرجع للعالم السينمائي القديم بتاع دي سي، هيختار منه الاعمال اللي تنفع تكمل معاه في العالم السينمائي الجديد. يعني من الاخر كده جيمس جان هو واقف قدام طماطم وبينقي منها الطماطم السليمه اللي هياخدها معاه، ويسيب الطماطم الباقيه اللي بايظه. ويمكن قبل كده اتكلمت عن الموضوع ده ان بالفعل عمل زي ده هو هيكمل وهيستمر معانا في العالم السينمائي الجديد،
علشان هنا بقى لما نروح للأخبار اللي كانت منتشرة حوالين الفيلم ده، بنعرف كده ان بنسبة كبيرة في فيلم سوبرمان اللي يعتبر بداية حقيقية للعالم السينمائي الجديد، يتم التلميح حوالين شخصية بلاد سبورت ان هو اطلق رصاصة كريبتونايت على شخصية سوبرمان. وطبعا الكلام ده احنا عارفينه من فيلم ذا سوسايد سكواد للمخرج جيمس جون، ده يمكن سبب سجن شخصية بلاد سبورت، عشان خاطر لما نيجي وقت عرض الفيلم ده بنعرف كده بنسبة كبيرة كان التلميح حوالين شخصية سوبرمان هنري كافيل. لكن الميزة هنا ان ما تمش التلميح بشكل دقيق، وهو ان اطلق الرصاصة دي على شخصية سوبرمان مين بالظبط. فالطبيعي وقت عرض الفيلم اول حد هيجي في بالك هو شخصية سوبرمان هنري كافيل. لكن هنا بما ان الفيلم ده بنسبة كبيرة هو هيكمل معانا في العالم السينمائي الجديد، يبقى الموضوع كده مختلف بشكل كبير جدا. فخبر زي ده هو كده بيوضح بشكل كبير ان شخصية بلاد سبورت اللي ظهرت معانا في فيلم الفرقة الانتحارية بتاع المخرج جيمس جون، هو كده اطلق الرصاص بالفعل على شخصية سوبرمان، ولكن مش هنري كافيل، هو اطلق الرصاص على شخصية سوبرمان ديفيد كورنسويت. وطبعا حاجة زي دي لو بالفعل تم التلميح عنها في فيلم سوبرمان، فكده يا اخوانا رسميا و100% بنتأكد ان احداث فيلم ذا سوسايد سكواد للمخرج جيمس جون هي كده معانا في العالم السينمائي الجديد. ايا كان بقى الفيلم ده حتى لو لمح على اي حاجة تابعة للعالم السينمائي القديم، برضه بنتأكد 100% ان الفيلم ده احداث بتقع في العالم السينمائي الجديد. اما تذكر يعني ان ما كانش فيه اي تلميح على العالم السينمائي القديم في الفيلم ده، فبالتالي وقتها جيمس جون هيبتدي بقى يوضح الكلام ده، ولاما هنا بقى احداث فيلم ذا سوسايد سكواد هتكون قبل احداث فيلم سوبرمان، اما الاحداث بتاعته هتكون بعد فيلم سوبرمان، طبعا اللي هتوضح مع الوقت من جيمس جون. هنا بقى لو احداث فيلم ذا سوسايد سكواد مش هتكون تابع للعالم السينمائي الجديد، هيكون هنا في حل ولكن حل ضعيف، هو ان جيمس جون هيقدم لنا نسخه متغيره من شخصيه بلاد سبورت، ده يخوض نفس التجربه فعلا اللي خاضها قبل كده شخصيه بلاد سبورت اللي اتقدمت معانا في الفيلم بتاع سوسايد سكواد، ان اطلق رصاص كريبتونايت على شخصيه سوبرمان. تكون هنا شخصيه جديده بتتقدم لاول مره معانا في العالم السينمائي الجديد. قد ما ده حل انا شايفه، ولكن مش شايفه خالص ان هي تكون منطقيه، لان انا شايفه وبنسبه كبيره جدا ان احداث فيلم ذا سوسايد سكواد هتكمل معانا في العالم السينمائي الجديد. اللي بيوضح الكلام ده بشكل كبير زي ما قلت لك كده ان في مسلسل مشتق من الفيلم ده، هو مسلسل بيس ميكر، وطبعا اتقدم منه موسم اول، ودلوقتي هيتقدم موسم تاني، ولكن الموسم التاني ده هيكون داخل العالم السينمائي الجديد. اللي برضه لسه مش متوضح لحد دلوقتي ازاي الحدث بتاع المسلسل ده كان تابع للعالم السينمائي القديم، واللي ظهر معانا في اخر حلقه منه اعضاء الجاستس ليج، يمكن اهمهم في الوقت ده شخصيه اكوامان وفلاش. يمكن هنا ظهور شخصيه اكوامان وكمان فلاش في نهايه المسلسل بتبسط الموضوع شويه على جيمس جون، احسن من ان يكون الجاستس ليج بالكامل ظهروا، لان شخصيه سوبرمان وغيره كانوا ظاهرين كظل فقط. بكل بساطه ممكن جيمس جون يجي يقول لك ريكاست عادي، يعني جبنا ممثلين تانيين يعملوا الشخصيات دي مكان الشخصيات او الممثلين القدام. عشان على الجانب التاني كمان يتقدم معانا شخصية اماندا وولر، طبعا اللي ظهرت معانا في فيلم ذا سوسايد سكواد، وكمان ظهرت معانا في مسلسل بيس ميكر، كمان هيكون ليها مسلسل خاص في العالم السينمائي الجديد. فاذا كده لحد دلوقتي بنتأكد بشكل كبير جدا ان الاحداث دي كلها تكون تابعة للعالم السينمائي الجديد، بل كمان ان انا شايفه ان بنسبه كبيره الاحداث اللي حصلت دي هي بالفعل كانت في العالم السينمائي الجديد مش القديم. انا شايفه كمان ان جيمس جون مش هيتوقف فقط حوالين الاعمال دي، بل كمان في اعمال في العالم السينمائي القديم، شايف ان بنسبه كبيره جيمس جون هياخدها ويكمل عليها في العالم السينمائي الجديد. على سبيل المثال اول شخصيه معانا شخصيه بلو بيتل، واللي خلاص كده الممثل ده يعتبر هو ضمن مكان في العالم السينمائي الجديد، وده بعد ما بالفعل طلع وقال الكلام ده. يمكن دي حاجه كانت متوقعه في البدايه، بس لما نيجي بقى نتكلم على الافلام اللي ممكن مفيش اي حد يتوقع ان فعلا جيمس جون ياخدها ويكمل عليها في العالم الجديد، ممكن هنا نتكلم على فيلم بلاك ادم. الفيلم ده يعتبر برضه ظهرت فيه شخصيه اماندا وولر، يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى عقده في الفيلم دي شويه لجيمس جون هو ظهور شخصية سوبرمان هنري كافيل في البوست كريديت سين. ممكن في اي وقت من الاوقات جيمس جون بالفعل يستخدم الفيلم ده ويكمل عليه في احداث العالم الجديد، لكن بكل سهولة بدل ما يتقدم معانا شخصية سوبرمان هنري كافيل يتقدم معانا شخصية سوبرمان ديفيد كورنسويت. زي ما قلت لك قبل كده جيمس جون كان موضح حوالين الموضوع ده ان شخصية بلاك ادم هترجع مرة تانية، ولكن خلال الشابتر التاني من الخطة اللي هو حاططها. والميزة هنا مع شخصية بلاك ادم ان الممثل اللي بيقوم بيها زاروك او دين جونسون هو في الاساس عنده شركة انتاج، حاجة زي دي ممكن تساعد جيمس جون بشكل كبير او حتى شركة دبليو بي ديسكفري.
على الرغم من الكلام اللي انا بقوله ده صعب ان هو يتعمل في يوم من الايام، ولكن برضه بفكرك معايا ان جيمس جون بنفسه قال الكلام ده قبل كده، هو بعد ما يتقدم خطوه كويسه في العالم السينمائي الجديد يرجع مره تانيه للعالم السينمائي القديم علشان خاطر يعدل في الافلام بتاعته. ودي حاجه من وجهه نظري شايف فعلا ان جيمس جون ممكن يعملها في يوم من الايام. وهنا كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساش لو انت اول مره تدخل هنا على القناه وعايز تتابعني تاني تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول، وكمان اللايك والكومنتات. وبيس.